إلي عم يمر لمروان زياده كمان المنطقه لفريق الشانفير. محاولة جديدة لباتريك معبود بنزل الطابة لتحت السلة مع مروان زيادة بإيده الشمال بسجل زيادة. وحاليا السعاد عم يدافع عليه عمر الأيوبي كمان تطلع لبرا لعند ريستون بيعمل فيك بيحاول يعمل درايف على السلة. حلو كثير يا ريستون، حلو كثير هالسلة من إيدي ريستون. وحاليا فريق الشانفير عم يتقدم للدور اللبناني من بوابة فريق دينامو بوقت جيمي سالم. شو حلوة شو حلوة منك يا جيمي، ما كنا توقعناها انه تكون حساسة وحماسية كثير. وهيدي الفاست بريك، هيدي بيقولوا لها فاست بريك مثالية. تمريرة تورن اوفر، فاست بريك مع الايوبي، عمر الايوبي بيعمل سبين موف بيوصلها للحيدر. اي لاف ذيس جيم، علي حيدر عم يستعرض. ايدي ريستون بيك من جابرييل صليبي، ما عنده كثير وقت. الريستون 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 بيخترب ايده الشمال بيسجل الريستون على البصر. ايدي ريستون عم يسجل مع نهايه الكوارتر الاول. علي عم يحاول يستلم تحت السله، لاحظوا عمر جمال ديكي كيف قدامه استلم علي حيدر. شو ممكن يصير؟ بطلع الطابه لبرا، بس لاحظوا الدفاع فريق الشانفير بالفعل. وهيدي التسديده الثلاثيه من جيمي سالم بنسبه عاليه من المسافات البعيده. جاد حلو كثير الاختراع اللي بيعملها والتسديده الثلاثيه بسجل من العاصي. هيدي ثاني ثلاثيه ناجحه للعاصي. اللاعب عم يعمل تمريرات حاسمه بالجيم. درايف على السله ونقطتين جديد عم يسجلهم ابراهيم الحدي. عمر جمال الدين عم يستلم. عمر بيخترق، رائع جدا يا عمر، رائع جدا يا عمر يا جمال الدين. لاعب بالفعل مميز جدا. هيدي نقطة 11، ثاني لاعب بالمباراة عم يعمل دبل فيجرز بعد جيمي سالم. أتى عمر جمال الدين ليكون أفضل مسجل لفريق الشانفير. إلي ريستوم، إلي حلوة كثير يا ريستوم، حلوة كثير سلة إلي ريستوم، هيدي نقطة السادسة بالمباراة. وهون نقطتين كمان عم يرد بشكل سريع الايوبي. عم تشوف السكرينات اللي عم تنعمل. جاد خليل حلوه كثير يا جاد، حلوه كثير سكيلز، يعني هاللاعب عنده سكيلز بالفعل اللافته جدا. لاحظوا كيف قدر يخترق، لاحظوا كيف بعد، ولاحظوا كيف سجل بايده الشمال. كمان مقطوعه من فريق الشانفير. جابرييل صليبي حلوه كثير، حلوة كتير يا جابرييل يا صليبي. شوفين أمام فرصة التقدم بعد ما قدر عايدة للنتيجة. هل رح يقدر يسجل؟ لا 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 لا، شو هيدا يا عمر، شو هيدا يا جمال الدين. جاد عم ينبش على علي حيدر، بيستلم علي حيدر بمرر. حلوة كتير، حلوة كتير التمريرة من الحيدر. علي حيدر كمان، لاحظوا لاحظوا كيف ضبوا عليه، لاحظوا كيف ضبوا عليه لعلي حيدر. بتطلع لبرا التسديد الثلاثية. هيدي هي، هيدي هي الخلطة السحرية لفريق دينامو. تمريرة بتوصل للريستون، بياخذ التسديد الثلاثية، ما بسجل. اوفنسيف ريباوند ونقطتين جديد، نقطتين جديد عم يسجلهم الحبيب. لأنه الطابة لما تتسدد بوجه دفاع المنطقة. أوه ما معقولة، باور بلوك شوت عم يعملوا اللاعب علي حيدر. مش معقول بلا بلوك شوت انعمل بالجيم، مش معقول علي حيدر باي طريقه عمل البلوك شوت على اللاعب جابرييل صليبي. رح نرجع نشوف بالريبلاي، هيدا اكيد رح يكون واحد. اوف حلو كثير هالبلوك شوت، حلو كثير. اقل من ثلاث دقائق. واو مش معقول يا ريستوم، مش معقول يا ريستوم، قد ايه حلوه. هل رح يقدر يسجل ستيل من جابرييل صليبي؟ بروح على السلة. لا لا يا جابرييل، ما قبل ينهي المباراة إلا بالسلة استعراضية، وما قبل إلا ما يرجع ينزل الفارق بين فريقي دينامو وفريق الشانفير. إذا النتيجة 67-72، فارق خمس نقاط لصالح فريق دينامو على حساب فريق الشانفير.